السلام عليكم. إذا سنقوم بحساب النهاية الآتية: لا ليميت ديال جوج إكس على جذر إكس زائد واحد إكس تونفيغ بلوس لانفين. إذا التعويض المباشر: إكس تونفيغ بلوس انفيني، يعني غتكون عندنا بلوس انفيني في البسط، جذر إكس حتى هي تونفيغ بلوس انفيني زائد واحد بلوس انفيني. إذا بلوس انفيني على بلوس انفيني فورم انديتيرميني. إذا خصني نحيد لا فورم انديتيرميني. إذا ممكن ندير التعميل. إذا باش غادي نعمل، إذا لاحظوا معي بأن إكس ممكن نكتبها على شكل جذر إكس مضروبة في جذر إكس. جذر إكس في جذر إكس هي جذر إكس مربع، المربع تيمشي مع الجذر تيبقى لنا القيمة المطلقة ديال إكس. إذا بما أن إكس بوزيتيف لأنها تونفيغ بلوس انفيني فكتساوي لنا إكس. إذا دونك هاد العملية غادي نديرها إلا كانت إكس بوزيتيف، إلا كانت إكس نيجاتيف ميمكنليش نديرها، خاصها تكون غتساوي لنا ناقص إكس في هاد الحالة. إذا جوج جذر إكس مضروبة في جذر إكس. علاش أنا درت هاد العملية؟ حيت أنا كيبان لي جذر إكس لتحت وبالتالي إمكانية الإختزال بجذر إكس. إذا بلوس أنفيني. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نعملو بجذر إكس. إذا في الحد الأول غيبقى لينا واحد، هنا واحد ما عنديش جذر اكس، اذا كنقسم عليها واحد على جذر اكس. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نختزلو بجذر اكس، كيبقى لنا لا ليميت ديال جوج جذر اكس على واحد زائد واحد على جذر اكس. اذا لا ليميت ديال جذر اكس بلس انفيني هي بلوس لانفيني، دونك لا ليميت ديال واحد على جذر اكس يعني واحد على لانفيني هي صفر. اذا هادي تونفير بلوس انفيني، هاد التعبير هذا تونفير زيرو. اذا كيبقى لنا بلوس انفيني على واحد عدد موجب، اذا بلوس لانفيني. هنا غادي نديرو كار على voilà.